ننتقل الآن إلى استديو تلفزيون دبي في مقر إكسبو 2020 دبي مع الزميلة هالة بوعلوان ولقاء مع السيدة سحر الراستي أول إماراتية تحصل على لقب قبطان بحري. إليك هالة، صباح الخير. صباح الخير مشاهدينا، مباشرة من مقر الحدث إكسبو 2020 دبي مع قصة ريادة أعمال جديدة. ضيفة اليوم تتمتع بتميز نادرا في المنطقة والعالم، فهي لا تؤمن أن هناك فارقا بين الرجل والمرأة في عالم البحار، فالتحديات التي تواجههما هي واحدة وفي مقدمتها غدر الأمواج. هي تعشق عالم السفن وتزداد شغفا بالمهنة وتحديا أكبر، متوغلة في المجال لتكتشف أسرار الملاحة البحرية، فقد قادت أهم أنواع السفن ومنها القاطرة البحرية وسفن صيانة المساعدات الملاحية وغيرها. ضيفتي أيضا هي رائدة بامتياز، فقد أسست مجموعة للتجارة العامة تعزز قطاع الصناعة البحرية وتصميم البيوت الذكية وإنتاج وتصدير عسل النحل وغيرها من الخدمات. يسعدني أن أحاور اليوم أول إماراتية تعمل بالمجال الميداني كقبطان سفينة. طبعا نحن نتكلم عن القبطان سحر الراستي، الرئيس التنفيذي لمجموعة SGR. صباح الخير كابتن. صباح النور. يعني نحن كتير مبسوطين فيك، وكامرأة كتير منحس هيك يعني مصدر إلهام لما نشوف قبطان أول امرأة إماراتية بتكون تعتلي هيدا المركز. لا أهلا وسهلا فيك. الله يسلمك، شكرا. وأنا قبل ما نبلش بدي أوجه له تحية لابنك، وبدي بس خبر الجمهور أنه ابنا لكابتن سحر كان بالمستشفى من جمعتين، وكان المفروض كابتن سحر تكون معنا بس اضطرينا نأجل وعمل حادث، والحمد لله هو بخير، بس هو أصر قال لا للماما لازم تطلعي على البرنامج، وعشان هيك نحن نوجه لك تحية سعيدة. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك عزيزتي. كابتن سحر، يعني كثير نحن يعني كثير مثل ما قلنا انه كثير بنتفاجئ، لما بنتفاجئ بشكل كثير ايجابي لما نشوف امرأة قررت هيدا الميدان والملاحة البحرية. شو اللي يعني خبرينا عن شغفك، شو اللي خليك تقرر تكوني قبطان سفينة؟ والله عزيزتي امانة نوعا ما هو فضول وتحدي. سابقا كنت أداوم في موانئ أبو ظبي، التحقت فيها ب 2015، فترة من الفترات إنه كان لازم نكون بين مكتب ومكتب عشان نتعرف على البورت نفسه. ففي قسم من الأقسام لاحظت إنه ما في نساء أبدا، يعني حتى مساعد إداري أو منسق إداري أو سكرتارية ماشي. فكان هذا القسم مساعدات وصيانة المساعدات الملاحية، فأصابني الفضول، وأنا من الناس اللي أعشق البحر، ومن أيام أنا صغيرة كنا نركب سفن ونروح مع الأهل يعني زيارات، ولكن جاني فضول إن ليش هذا القسم لا يوجد فيه نساء، ونحن الحمد لله في دولة تدعم المرأة بشكل كبير. نعم. بفضل قيادتنا الرشيدة والشيخة فاطمة بنت مبارك، نوجه لها طبعا أكبر تحية لأن هي الداعم الرئيسي للمرأة. نعم. إن كانت مرأة عربية ولا إن كانت مرأة إماراتية. فبدأت بالفضول مالي إني أستكشف هذا القسم يوم عن يوم، لين ما وصلت إني أنا أريد أداوم في هذا القسم. طبعا كان بعض الكلام إنه صعب وأنتي امرأة وأنا أم لثلاث أبناء. الله يخلي لك إياهم. الله يسلمك. فالتحقت في هذا في القسم، من بعدها عملت على أني أكمل الدراسة الأكاديمية، والحمد لله أجتزتها بمهارة والتفوق، وكانت أول لي أني أكون أول كابتن إماراتي. ألف 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 مبروك، ونحن بنعتز فيك. كابتن سحر، أنا قرأت كثير من مقالاتك بتقولي أنه كثير واجهك تحديات بالمجال. صحيح. نعم. يعني بالقبطنة، بمجال قيادة السفينة، وخاصة أنه لما الأمواج تجري تفاجئكم وتضرب السفينة من كل جهاتها والرياح القوية، بس بكل الحالات قدرت تسيطري على السفينة. كيف تقدري يعني كيف بتخبري يعني للمشاهدين اللي عم يحضرونا هلأ، شو هي وسائل انه الواحد يتغلب على التحديات، وخاصه التحديات اللي واجهتيها مش هينه ابدا؟ ثقه بالنفس. نعم. يعني انا كان عندي ثقه بنفسي وخوره بنفسي، انه لا، في كل امراه لازم تثق في نفسها ان عندها قوه. نعم.
قوة ما بين أنها تضاهي، أنا أقول تضاهي أضعاف الرجال. نعم. فما بقول لك إن ما كانت تحديات صعبة، لا بالعكس، مرور الوقت، أيام طويلة في البحر، عندك أحوال الطقس، الحرارة، هذه تحدي. وغير هذا أكون أنا امرأة من بين مجموعة من الرجال في هذا المجال، نعم، وأنا التي أقودهم، فكانت تحديات صعبة جدا. لكن الحمد لله غيرها من البرامج اللي التحقت بها، دورات تعليمية وغير الدورات، إطفاء حرائق، إنقاذ طوارئ، هذا كانت كلها دورات صعبة، ولكن كان نفسي أني أكون شيء أو مثال للمرأة، أن المرأة قادرة أن تكون بجانب الرجل في أي مجال. وأنت كذلك بامتياز. كابتن سحر، بالإضافة أن حضرتك قبطان سفينة، حضرتك رائدة أعمال بامتياز، SGR، عندك مجموعة SGR. نعم. ومثل ما قلنا بالمقدمة ما شاء الله في كتير خدمات، خبرينا أكثر عن هالمجموعة. طبعا بعد خبرتي حبيت أني أنا أنقل خبرتي وأفتح شركة، كان أول شركة لي كانت شركة SGR للتجارة العامة. أنا كان هدفي أني بعد ما كنت امرأة إماراتية أو كابتن أني أفتح شركة إماراتية، لأن لا يوجد شركات إماراتية قلة في المجال البحري خصوصا النساء. فكنت أعمل على أني التوطين نوعا ما، وأنا لاحظت أن في مجالي كان أكثر أجانب. نعم. فليش ما أن شبابنا، إن كان بنات أو شباب، بنات نساء أو رجال، إن ليش ما هم اللي يقودون الأسطول والسفن البحرية. نعم. في دولتهم. فكان هدفي أني أنا أعمل على هذه التجارة، أني أسس دورات توجيهات للطلاب اللي يتخرجون مؤخرا. غير هذا من بعضها أن نحن نورد صيانة سفن، عمليات بحرية، قطع غيار. فكنت حابة أني أنا أخذ كل الخبرة اللي أنا شفتها أنقلها في شركتي، وأني أنا أعمل على، خلينا نقول، إن نمو في هذا المجال. نعم نعم، ما شاء الله. كابتن سحر، زرت شي أكسبو قبل اليوم؟ نعم صحيح. شو الشي اللي لفت لك انتباهك؟ انبهار. نعم. اليوم أكسبو بعد، خلينا نقول، خلال فترة جائحة كورونا، اليوم هي تثبت للعالم إن نحن قادرين نواجه أي شيء. تسابقت الدول كلها على إنها تجي أكسبو. كرنفال عالمي. نعم. كرنفال عالمي، وخلينا طلعنا من المأساة اللي كنا فيها في فترة كورونا، رجع لنا ان الامور بخير. صحيح. وهذا حدث عالمي للامارات، واثبتت الامارات ان نحن قادرين على كل شيء. صحيح. كابتن سحر، باختصار يا ريت بتقولي لنا كيف بتشوفي اكسبو عم بمكن رواد الاعمال؟ 100%. نعم. يعني أنا بالعكس أتمنى أن كل رائد أعمال أو كل شخص مقيم مواطن أنه لازم يزور إكسبو. نعم. لأن في وايد مجالات لازم يعرفها، إن كان في البزنس، إن كان في الثقافة، إن كان في، خلينا نقول، في الأكل حتى صار. نعم. بالضبط. فبالعكس أنا يعني أحفز أن كل شخص لازم يزور إكسبو. نعم. قبطان سحر رستي، أنا بدي أتشكر كتير وجودك معنا اليوم. بالعكس، أنا سعيدة. أنا أكثر. وأنا أسعد. وهلأ منعود لكم بمركز الأخبار لاستكمال فقرات أكسبو هذا الصباح.